نتكلم عن سمستر المناضل الحقوقي، فقد سبق لي في ذلك زملاء وزميلات، ولكن أتكلم عن سمستر الإنسان الرائع الخلوق الوديع الأديب، وما يهمني هو الأديب. سمستر عندما أقرأه لا يمكن أن يسلمك نصه لأول وهلة، فهو عميق، عميق كفيلسوف، وعميق كحكيم، وعميق كإنسان مثل النهر يتفرع على جميع الامتدادات، والامتدادات هي الأخرى تتفرع لتلتقي في النهاية في البحر وفي المصب الكبير، حيث الفلسفة وحيث الشعر وحيث الكلمة التي لا يصرح بها أبدا، فيتركك أنت أن تبحث عن تأويلاتها وعن مراميها وعن صورها وعن رؤيتها ورؤاها. هكذا هو مصطفى المبدع، الصديق، الشاعر، الروائي الذي لا يكتب رواية كي تنتهي، بل نهايتها يتركها لك ويتركها لذكائك ويتركها أيضا لالتقاطاتك، حيث يتمرع في الكلمات، والكلمات هي الأخرى تمرره. ولا أظن أن الكاتب يكتب طرفا، ولكنه يكتب حينما يكون في دواخله طوفان من الألم وطوفان من المعاناة وطوفان من الاحتراق، لأنه رجل ملتزم، رجل ينصت إلى نبض مجتمعه، ورجل ينصت أيضا للحاضر والمستقبل. يتألم، ينزف أيضا، فهو لا يكتب ولكن ينزف.